شايفين الـ 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 اللون بقى عامل ازاي؟ انا عايزكم بقى عشان ما تبقاش طريه منكم لازم نبقى عارفين كل حاجه. شايفين اللون هنا؟ المرحله دي هتديني كره سوفت بول. سوفت بول شايفين هنا؟ بصوا عايز اوريكم ايديا. بصوا شايفين اللته؟ شايفين بقت ايه اللي هي الكره الطريه؟ معلش انا هتعبك كل شويه بالكاميرا اهي. هنا الكره الطريه بس. شايفين الاصفرار يا ست ام اسلام؟ اهلا بحضرتك. ست ام اسلام اهلا بسعادتك. اهلا بيك يا شيخ محمود. ازيك؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ تسلم يا شيخ محمود وتسلم مواصفاتك. ربنا يبارك. الله يكرمك ويبارك لنا في عمرك. تسلمي لي. ليك يا شيخ محمود. انا والله عايزه اقول لك ان احنا كل يوم بنتعلم منك الكثير والله. الله يكرمك ويبارك لنا في عمرك. تسلمي لنا. تعملها لنا. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا ست ام اسلام. ربنا يخليك يا شيخ محمود. تسلم يا شيخ محمود. شكرا. الله يبارك لنا في عمرك. انت ذوق وكل المشاهدين ذوق. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلمي لي. ربنا ما يحرمنا من ذوقك. هنا هبتدي اطلع السوداني يا جماعه ونبتدي نشتغل بقى. السوداني هنا سخن عندي ونبتدي نضرب. انا ما خلصتش ضرب، انا بس حبيت ان انا ايه اشوف الدنيا. يا حاجه احلام اهلا بحضرتك. يا شيخ محمود ازاي سعادتك يا ست الكل؟ يا شيخ محمود انا بعمل اللوجه الجلاسيه عشان خاطر حضرتك. الله يخليك الله يخليك. تسلم يا رب. تسلم لي وربنا يخليك يا رب كده. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. جدا جدا جدا. شوفي دي من الاصناف المميزه اللي عند حضرتك. انا عارف. صح، ده انا جبت الترمومتر مخصوص يعني. ربنا يخليكي. وانا برضو وريت ازاي نسوي السكر. ايوه بدون ترمومتر. واشرح تاني وتالت دلوقتي. طب انا الترمومتر يبقى درجه كام؟ 145. 145 ده السكر. السكر السكر 145. الله يفتح عليك يا رب. الله يكرمك الله يكرمك يا شيف محمود ويخليك لينا يا رب كده. ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. الله يخليك. سلامنا للاسره والف سلامه للمدام. الله يخليك ويبارك لك في عمرك. سيدي الف شكر. تسلمي. الف شكر يا مدام احلام. شايفين يا جماعه ايه ده يا شيف محمود؟ امتى هوقف ضرب؟ امتى هوقف ضرب؟ شايفين النكه؟ لا مش هوقف ضرب دلوقتي خالص. هيبتدي الخليط ده يقفش معايا كاني بضرب كريم شانتيه. انا بعلمكم باللغه العاميه. كاني بضرب كريم شانتيه. كريم شانتيه كتر الخفق او الضرب بيبان فيه بيبدا يمسك معايا ويبدا يتقل الجهاز معايا. هنا هبتدي انزل بالسوداني وابتدي اقف واكون مجهز صينيه او سيليكون فيه نشا بالشكل ده عشان افرش الخليط بتاعي واسيبه ينشف. ما احطوش في الثلاجه عشان ما ياخدش رطوبه. هسيبه بره وهينشف ويجمد وهنشوف احنا هنروح من بعض فين ونقول عملنا ايه تاني. شايفين كده الخفق كل ما ده؟ بصوا ما المضرب بيتقل معايا. المضرب بيتقل معايا. ليه؟ الخليط بيبرد. الخليط بيبرد معايا. وبعدين يا شيفنا وبعدين معاك يا سمسم تأمرني بس. شايفين الخليط ابتدى يتقل ازاي؟ انا بحاول. شايفين الدنيا ابتدت تعمل ازاي؟ شايفين النوجة بتتكون معايا ازاي؟ لا المارشميلو يا سمسم حاجة تانية خالص. المارشميلو بياخد جيلاتينة. تبقى في المضرب هنا في جيلاتينة بنى على المارشميلو في المية الساعة شوية واحطه هنا. وعبارة عن سكر ومية وعسل جلوكوز. بيغلي المرحلة برضو معينة اللي هي 115 وابتدي انزل بيه واضرب اخفق مع الجيلاتينة بيديني اللون الابيض وممكن ان انا الونه. يبقى كل حاجة بسوى السكر ليها ايه حاجتها. شايفين كده الخليط عامل ازاي؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا شيفنا؟ ايه؟ يا حاجة فردوس اهلا بحضرتك. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة. ازاي سعادتك؟ انت ازاي صحتك يا شيفنا عامل ايه؟ انت سعادتك بخير. انا بخير طبعا. يا رب يخليك. بتوحشنا كتير. الله يخليك ويبارك لي في عمرك. تسلمي. ربنا يخليك وتسلم ايديك وهنيك. الله يكرمك يا حاجة. ربنا ما يحرمنا من ذوقك أبدا. يا حبيبي ربنا يكبر بخاطرك يا رب. الله يكرمك. متشكل ليكي جدا يا حاجة فردوس. ربنا عندك سؤال لو سمحت. طب هفصل المضرب عشان أسمع سعادتك. أمريني. الأمر لله وحده. الجهاز اللي حضرتك كنت جايبه بتاع البسكوتة اللي هو في السعودية والله تقريبا مش موجود في مصر دلوقتي. أيوه ما في عندنا ناس برضه هناك قالوا لي نجيبهولك. هل يا ترى هو بيعمل البسكوتة دي بس؟
ولا بيعمل اغراض؟ لا، في ليه اربع اغراض، بيعمل الدوناتس وبيعمل البسكوت او الوافل وبيعمل بسكوتة الايس كريم. اصل قرايبي قالوا لي بيسوي فيه كتير. بيسوي ايه؟ كتير يعني قرص كده. في نوعيه حاجه قريبه لكده. يعني ده ما بيعملش حاجه زي كده؟ لا، اللي كان معايا كان خاص بالبسكوت بس. بالبسكوتة دي بس. الله ينور عليك. تسلم. عناية ليكي. عناية، انا تحت امرك. تسلمي لي. الامر لله وحده، ربنا يخليك. تسلمي. شايفين شكرا. الخط ابتدى يقف ازاي يا جماعه؟ الخط اللي نازل مش قاطع. انا عايزكم بس تشوفوا، بصوا اهو. شايفين الخط عامل ازاي؟ ما توقفوش عن الضرب طبعا. هنا السوداني سخن. ربع كيلو يا شيف محمود، ربع كيلو. الكمية اللي انا قلتها دي بتاخد ربع كيلو. اهو. السوداني يكون سخن. خلصت القصة بتاعتنا. يا سلام، هي دي النوجة يا اخي، تعبتنا وتعبت قلوبنا. هي دي النوجة اللي بعده، دي النوجة جلاسية اللي بيبقوها. نوجة جلاسية من الحاجات الفخمة، غير النوجة اللي بيبقوها بره اللي ميالن بيها لربنا. دي حاجات ليها طعم رائع. عفوا من اللي معايا يا ست ام علي، اهلا بسعادتك. ست ام علي اهلا بحضرتك. ست ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا ست الكل؟ ازيك يا شيخ محمود؟ الله يحفظك ويبارك لي في عمرك. تسلمي. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب وسعادتك بخير. تسلمينا. انا بس هسال على الشوفان، انا عندي شوفان بس مش عارفه اعمل فيه ايه. ولا ممكن تعملي بسكوت، ممكن تعملي نوع بسكوت بيه، ممكن تعملي عيش، ممكن تدخليه في العيش، تدخليه في اي اكل عند حضرتك. واقدر ان انا ان شاء الله يعني بكره مثلا او دلوقتي اول ما هفضى هشرح لسعادتك وصفات كتير بيه. حاضر. عناية. ايه تاني؟ شكرا. الف شكرا. اللي سعادتك تأمري بيه. عناية. شايفين يا جماعه اهي، ادي النشا اهو، على النشا كده. ايه الاخبار؟ اخباركوا ايه؟ معلقه طبعا ضعفانه شويه، نقدر في بسكوت مخصوص الشوفان. طبعا الشوفان من الحاجات المليانه الياف، حلو جدا للي عاملين حميه غذائيه او عاملين دايت. بس كده انا خلصت النوجه بتاعتي بسرعه قبل ما تقفش. حبيبي ربنا يخليك، انت تسلم لي. كده احنا خلصنا النوجه بتاعتنا، اللي فاضل مننا ان احنا هنعمل ايه؟ هاجي اديها شويه نشا كده. ممكن اجيب كيس واحطه واساوي بيه يعني كده. مثلا انا معايا كيس اهو، بس ما علينا اهو. شايفين شوية نشا على الوش، واهو براحتي بقى. عايزها تكون مليانة شوية، محملة شوية، بس كده خلصت القصة اهي. واسيبها تبرد ساعة وابتدي اقطع. ها اهي قدام حضراتكم، وبعدين نشوف. تمام كده شيف محمود؟ لا احنا فهمنا عليك، بس مش قوي يعني. لا تبرد، هي مجرد انها تبرد وتشد وخلاص، هي مجرد انها شدت خلاص. معلش يا شيف محمود، ايه يعني انت شرحتها؟ بس احنا مش فاهمين اي حاجه لسه. من حقكم النص ساعه اللي انا ببقى واقفها او الساعه او الساعتين ان شاء الله تعيدوا 100 مره، تدتوني كتير. ومن حقكم اللي انتوا تاخدوا في الوقت اللي انا بواقف فيه على الهواء او على تليفوني اللي تأمروا بيه. هنعيد تاني، احنا ورانا ايه؟ ما نعيد، ايه المشكلة؟ مدام مين؟ عفوا، يا مدام روحية اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك؟ كل سنة وسعادتك بخير. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب، تسلم ايدك يا شيخ محمود. الله يسلم عمرك. تسلمينا. ربنا يبارك فيك. معلش بقى يا شيخ محمود، سعيدها تاني. معلش. طبعا، ما هو ده اللي انا هعمله. حاضر. انا لسه فاتحه. معلش يا شيخ، اللي تأمري بيه طبعا. عينيا. اللي سعادتك تأمري بيه. عينيا. حاضر. ربنا يبارك فيك وتسلم ايدك على كل حاجه بتعملها يا شيخ محمود. تسلمي لي. تسلمي لي. انا قول تاني عملنا ايه. جبت حلتين صغيرين، حطيت في واحده 75 جرام عسل نحل، وواحدة 75 جرام عسل كلوكوز. الله، ده احنا حطينا عسل النحل قد عسل الكلوكوز. لما نقول 75 عسل نحل و 75 عسل كلوكوز مجموعهم 150، هو ده اللي انا عايزه. 150 سكر. يبقى السكر قد عسل النحل وعسل الكلوكوز وشوية مية، مش مهم 100 ملي مية، شوية مية اللي هو عامل بيهم السيرب. يبقى هنا عسل نحل 75، هنا عسل كلوكوز 75، 75 و 75 150
سكر شويه ميه. هنخلي ده يغلي ونخلي ده يغلي وانتظر على بس نخلي العسل ان احنا ما يغليش دلوقتي مش هياخد وقت. واجي هنا عندي ابيض بيضه هضربها بس يعني بعد ما السكر يبتدي يشتغل عشان انا عايز اوصل لمرحله الاصفرار ما كترش عليه الميه عشان مش عايز يوصل لمرحله الاصفرار عشان يوصل لمرحله الاصفرار بسرعه. ضربت الابيض بيضه اديتها معلقه سكر. العسل النحل كان غلي عندي يا دوبك نزلت بيه. السكر ببتدي اوصل لمرحله الاصفرار بدايه الاصفرار وانزل واضرب ودني اضرب لمده 5 دقايق ببتدي يقفش بكون مسخن السوداني او ربع كيلو للكميه دي وانزل بيه وافرده على نشا بالشكل ده اهو ونبدا نقطع ونشوف الدنيا فيها ايه. يا سلام معقوله اهي ايه رايكم بقى ونقطع ونشوف الدنيا اهي السوداني كتير ولا حاجه ايه الاخبار عيني وهنيجي نعمل كده وكده اهو شايفين بقى النوجة الجلاسية حاجة احلام بقى ايه بتعشق النوجة الجلاسية دي ونبدأ نشوف الدنيا فيها ايه معانا كده اهي واهو وهكذا طلالي كمية حلوة مش وحشة عينيا بس كده ده انت اللي تؤمر بيه واهو الحجم اللي انا عايزه بقى الحاجه اللي انا عايزها اهو واهو واهو تمام وبعدين يا سلام يا شيف محمود دي نوجه فعلا بس يعني مش هتبقى سايحه مننا احنا بتبقى سايحه مننا انت عاملها بصراحه جامده وحلوه اهيت نشوف كده احنا بتبقى سايحه مننا شويه فاحنا عايزين يا شيف محمود نبقى عارفين انا قلت لكم دلوقتي وقد اعذر ايه قول انت بقى محمد قد اعذر مين مش عارفها انت خايف خايف من ايه انا بقول على المعلومه وقد اعذر من انصر على الله لاقي غلطه اوعى تقول ان انا في دريم مش هقدر اقول على الله لاقي غلطه الله لو ودتوني فين فرنسا مع ان مفيش احسن من مصر هقول لكم على الله لاقي غلطه على الله حد يقول لي يا شيف محمود طلعت سايحه انا عمال اهوت اعصر فيها وهقول على طريقتها تاني واقول لكم ازاي ما طلعش السايحه هتعملوها مفيش حد فيكم الا لما هيعملها لا عملتها على عجان ولا عملتها بخامات مش موجوده عندكم كله موجود ولا حاجات غاليه هنجيبها منين دي يا شيف محمود الحاجات الغاليه دي لا كل حاجه عندكم السوداني هنعملها لاولادنا عايز اقول لكم على حاجه والله ومش بحل شغلي المصانع بره اللي بتعمل الحاجات دي ده احنا بيوتنا ما بتخلاش الا لازم نقعد ننظف فيها عشان الحشرات المصانع بره المكن بيعمل مين هيقعد يغسل المكنه دي كل يوم اللي عملت اللي انا عملته ده فبيتلم حاجات كتير بالليل انا برضو مش بحل في شغلي او شغل لا كل الشكر والتقدير لكل الشيفات اللي بيعلموا كل سيده في منزل بتعمل لاولادها عشان نتلاشى الامراض تقدروا تعملوا انتوا الكلام ده لاولادنا ما فيهاش حاجه في كتير سيدات عظماء زي حضراتكم غاويين ان هم يعملوا لاولادهم الحاجه ديت وفي لا مش مهم مثلا انزل هات مثلا من تحت او كده بس انا كده خلصت وعيد تاني ومخرجنا الرائع يجيبها لنا تاني كده ونشوف الدنيا فيها ايه وبعدين عايزين بقى يا شيف محمود نعرف هي بتطلع مننا سايحه ليه وطلعت منك جامده كده ازاي وانت عملتها طبعا لو في عندي وقت كنت اخر الحلقه اقطع لكم النوجه اللي معايا ديت عايزين نعرف فهمنا بالراحه طلعت منك كده ازاي حاضر واحده انا ورايا ايه تاني هقول بجيب ركزوا معايا جدا بجيب 75 جرام عسل نحل في بولة وبجيب 75 جرام عسل جلوكوز في بولة اجمع الاتنين دول زائد بعض انا بحفظكوا هيدوني 150 ايه هو الرقم ده يا شيف محمود هو السكر اللي انا هستخدمه للنوجة انتوا مش محتاجين تكتبوها في ورقة احفظوا رقم 75 هو اللي هيحلوا لكم المشكلة 75 عسل نحل 75 عسل جلوكوز زائد الاتنين زائد بعض يدوني 150 اللي هو السكر حطيت طبعا الطبيعي العسل الجلوكوز مع السكر على شوية مية هيغلي على النار ده اول حاجه ابدا بيه عشان يوصل لمرحله الاصفرار حطيت العسل النحل هنا عفوا
ده لسه عندي كمان صنف نختم ايه. انا مش هختم، هعمله، هعمل الصنف. عايز تقطع عليا؟ تقدر تقطع عليا؟ اه وبتقولها في وشي؟ ياه ده الدنيا اتغيرت خالص. هي دي المحبه، ابقى قابلني لو قلت لك حاجه. ضربت الابيض بيضه عليه معلقه سكر، هش معايا، نزلت بالعسل النحل، وخلي العسل التاني يوصل لمرحله الاصفرار، وابتدي انزل واضرب لما هيبتدي يقفش معايا. بيكون السوداني سخن او اللوز او الفستق او البندق، بنزل بيهم ضربه كده، هو هيكسر معايا بالمضرب. افرد على نشا، خلصت القصه. يديني المنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت، يا رب طبعا كلنا هنعرف نعملها. المنظر اللي انا بوريه لكم دوت فيهاش اي حاجه، دايما مميزين ودايما ان شاء الله عظماء في كل شغلكم، احسن ناس سيدات مصر طبعا، والعرب احسن بيزعلوا مني. وربنا يا رب يقدرنا ان احنا دايما عن طريق الميديا نديكم اسرار الحاجات اللي بتتعمل بره ايه. اشكركم جدا، القاكم غدا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.